أهلا بكم مشاهدي قناة اليوم في برنامج وقفة مع الحدث، ونسلط فيها الضوء على المشهد الأفغاني. قبيل اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تتزايد المخاوف حول مرحلة ما بعد واشنطن في بلد يعلو فيه صوت الرصاص فوق صوت الحوار، وفي وقت يتوقع فيه انهيار الحكومة. ويشكل الحوار الفرصة الأكبر لمنع هذا الانهيار في ظل سيطرة حركة طالبان على كثير من المناطق وارتفاع القلق من هذه السيطرة في الداخل الأفغاني، وتحديدا على الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين هناك من جهة، وعلى دول الجوار الأفغاني، وتحديدا على كل من إيران وتركيا وروسيا الجارة الأبعد. فهل يتجه المشهد الأفغاني نحو مزيد من التعقيد مع عدم نجاح إيران في جذب طرفي النزاع لتسوية سياسية ترضي الجانبين؟ وهل انسداد المفاوضات حتى الآن يفتح الباب أمام حرب بالوكالة ومن يشنها، عوضا عن واشنطن التي وصفت انسحابها بالمسؤول؟ هذه التطورات والسيناريوهات تفرض الكثير من التساؤلات. هل ستدعم الولايات المتحدة حربا بالوكالة في أفغانستان؟ وما هي أكبر العقبات والتحديات التي ستواجه الدبلوماسيين الأمريكيين؟ وأيضا، لماذا تتجاهل واشنطن المخاوف من سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان؟ قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها نهائيا من أفغانستان حمل تداعيات وصفت بالكارثية على الحكومة الأفغانية، لكن تقارير صحفية تحدثت عن تحديات وعقبات جمة باتت تواجه الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة بلادهم بالعاصمة كابول على خلفية قرار الانسحاب. ووفقا لتقرير أعدته صحيفة واشنطن بوست، فإن هذه التحديات الدبلوماسية ظهرت بعد أن ساهم الانسحاب من أفغانستان بسيطرة حركة طالبان على مناطق واسعة من البلاد وعمقت مخاوف انهيار الحكومة الأفغانية. وفي تسليط للضوء على ازدياد صعوبة مهمة السفارة الأمريكية، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان خلال عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب هوغو لورنز إن هذا يرجع إلى عدم وجود دعم عسكري في كابول. هذه العقبات التي تمثلت في صعوبة العمل بأفغانستان مع انخفاض الكادر وسط العنف المتزايد ومواجهة إخلاء دبلوماسي محتمل، لا سيما وأن السفارة الأمريكية تشكل مدينة بحد ذاتها ويوجد فيها نحو 1400 مواطن أمريكي كجزء من إجمالي قوة العمل البالغة 4000 شخص. وفي ظل عدم تحقيق تقدم بخصوص محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، أشار التقرير إلى أن بعض الدول أجلت مواطنيها من أفغانستان كفرنسا والصين، متسائلا عن مدى إمكانية استمرار البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كابول في ظل المستقبل المجهول لأفغانستان. على صعيد آخر، سيسفر الانسحاب العسكري الأمريكي عن تقليل تنقل المسؤولين الذين يشرفون على حقيبة المساعدات المالية، ما يزيد من صعوبة ضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب على النحو المنشود. وبحسب مصادر إعلامية، فإنه من المحتمل بقاء نحو 650 جنديا أمريكيا في أفغانستان لحماية مجمع السفارة الأمريكية ومطار كابول الدولي الذي يمثل شريان الحياة للأجانب في حال حاجتهم إلى الإخلاء. وللنقاش أرحب من بيروت بالأستاذ مسعود معلوف، سفير متقاعد وخبير في الشؤون الأمريكية، ومن تونس بالدكتور جلال الرحيم، باحث وخبير في العلاقات الأمريكية الآسيوية. أهلا بكما ضيفي على شاشة القناة اليوم. وأبدأ معك أستاذ مسعود، بداية، سواء بالنسبة إلى الداخل الأفغاني أو على خارجه، ما تأثير الانسحاب الأمريكي عليه؟ أولا تحية لك سيدة هالة، وتحية للضيف الكريم من تونس. هنالك تأثير كبير سيكون
على المستجدات بعد الانسحاب الأمريكي، ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها مصممة وقد قررت وقد سحبت حتى الآن معظم جيوشها، معظم قواها العسكرية من أفغانستان، حوالي 90% منهم قد غادروا، وكما ورد في التقرير هنالك 650 جندي و 650 عنصر سيبقون هناك لحماية السفارة وأيضا لحماية المطار، وهنالك حديث أيضا عن أن يكون دور لتركيا في حماية المطار. هذه أمور هي حاليا قيد الدرس، ولكن يتوقع كثيرون أن تزداد قوة طالبان ليس فقط في أفغانستان، إذ أن هنالك أيضا توجس من الدول المجاورة لأفغانستان بأن امتدادات الطالبان، حركة طالبان امتداداتها خارج أيضا أفغانستان قد يكون لها دور. المهم حاليا حفظ السفارة الأمريكية والسفارة وسفارات الدول الأخرى وحماية المطار، لأن عددا من السفارات قد أعلن أنه في حال لم يكن هنالك حماية كافية للمطار ولطريق المطار أيضا طبعا، فإن هذه السفارات ستقفل أبوابها. نعلم أن حاليا هنالك حوالي 10 ملايين نسمة في أفغانستان يعيشون تحت سيطرة طالبان، و9 ملايين تحت سيطرة الحكومة، وهنالك أيضا حوالي 9 ملايين في المناطق المتنازع عليها، أي أن طالبان تسيطر على جزء لا بأس به من الأراضي الأفغانية، ويتوقع كثيرون أن هذه السيطرة، هل هذه الاستراتيجية أو هذه التوقعات بسيطرة طالبان على كثير من المناطق والاستراتيجية الأمريكية الجديدة اليوم في أفغانستان، هل لم تكن تتوقع الولايات المتحدة ذلك، وعلى ماذا استندت، وكيف ستتصرف واشنطن عندئذ للتقليل من الآثار السلبية من عملية الانسحاب وخاصة الآنية منها على دبلوماسييها المتواجدين على الأراضي الأفغانية؟ الولايات المتحدة حاليا تقوم بمفاوضات مع دول في وسط آسيا مثل طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان لكي تقبل عدد من اللاجئين الذين قد يلجؤون إلى هذه الدول، وهم من الذين كانوا يتعاونون مع الولايات المتحدة سابقا، ويخشى أن تنتقم منهم حركة طالبان. كذلك الولايات المتحدة سفارتها محمية، لا تترك الولايات المتحدة السفارة بدون حماية، 650 جنديا موجودون وباقون هنالك لحماية السفارة والدبلوماسيين، وعادة في حال تطورت الأمور إلى أكثر من ذلك لا يستبعد أن ترسل الولايات المتحدة جيوشا إضافية ربما لحماية سفارتها، ولكنها ستبقي أيضا ربما على عدد من المستشارين العسكريين لتقديم الاستشارة للجيش الأفغاني، وستستمر في دعم الجيش عسكريا وماديا لحماية قدر المستطاع العاصمة كابول. هذه أمور تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها، ولكن أعتقد أن الموضوع لن يتجاوز 6 أشهر قبل أن تسيطر حركة طالبان على مساحة أكبر من الدولة. طيب أستاذ مسعود، اسمح لي سأرحب بضيفي من جديد بالدكتور جلال رحيم من تونس، باحث وخبير في العلاقات الأمريكية الآسيوية. أهلا بك معنا دكتور جلال على شاشة اليوم. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وأعتذر على مشاكل الاتصال. نعم شكرا لك. تساءلنا دكتور جلال عن تأثير الانسحاب الأمريكي على الداخل الأفغاني وخارجه، وهناك تحركات وتمدد لحركة طالبان في أفغانستان، هل هذه التحركات كانت متوقعة بالنسبة للولايات المتحدة، وهل ردة الفعل أيضا متوقعة وتمت دراستها من قبل واشنطن؟
نعم، أولا اسمح لي بتحية سعادة السفير معنا وتحية مشاهديكم الكرام. سؤال جيد جدا ومهم جدا، لأن في الانسحاب الأمريكي هناك تحاليل متناقضة وتحاليل مختلفة. هناك من يطرح مسألة الهزيمة العسكرية، ومن يطرح مسألة فيتنام جديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، بينما الرأي المخالف أو التحليل المخالف يطرح مسألة أن الانسحاب الأمريكي فيه فخ وكمين استراتيجي لروسيا وللصين، باعتبار أن حركة طالبان الآن تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي أفغانستان، تسيطر على الحدود أفغانستان مع الصين، تسيطر على حدود أفغانستان مع تقريبا أغلب جيرانها من جهة طاجكستان، ونحن نعرف أهمية هذه الدولة بالنسبة لروسيا وأوزبكستان كذلك وإيران وباكستان مؤخرا منذ يومين. فهذا يعني يطرح إشكال كبير بالنسبة لروسيا والصين. الآن الأمريكيين انسحبوا ولم يعد من اهتماماتهم ماذا يحدث داخل أفغانستان. ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو ماذا يحدث بين حركة طالبان التي ستفتك الحكم بالقوة، طال الزمن أم قصر، رغم المحاولات والمبادرات السياسية والحوار السياسي الدائر الآن في الدوحة، ويعني كسبق لقناتكم الكريمة منذ بعض اللحظات يعني هناك يعني مؤتمر صحفي بين حركة طالبان ووفد الحكومة الأفغانية في الدوحة، وهناك بيان مشترك وهو خطوة سياسية ودبلوماسية يعني يعتبرها البعض أنه تقدم في اتجاه يعني الحل والحلحلة السياسية للمشكلة الأفغانية. لكن هذه كلها أنا شخصيا أعتبرها محاولات من حركة طالبان حتى تعطي الصورة أنها حركة سياسية وأنها ليست مستعجلة على الحكم، بينما يعني ما يحدث الآن على الواقع هو شيء مخالف تماما. طيب جميل، فيما تذكر وما تذهب إليه ويدعونا للتساؤل، في حال حركة طالبان تقوم بهذه التحركات فقط للتمويه، هل هناك ما هو غير معلن إذن بين الولايات المتحدة وحركة طالبان قبيل الانسحاب وبعده؟ وهناك مفاوضات في الخفاء. ما هو غير معلن هو ما نراه يعني من باب السخرية للزمن، أن في السياسة ما في بعض الأحيان ما هو غير معلن نراه في الواقع ويصعب التعبير عنه بالكلمات. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سبقه مفاوضات أمريكية طالبانية في الدوحة منذ أبريل، يعني شهر أبريل يعني 2020. يعني لا 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 ننسى أن حركة طالبان هي مصنفة حركة إرهابية من طرف مجلس الأمن الدولي، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فبمجرد الجلوس مع حركة مصنفة إرهابية في قائمة الوزارة الخارجية الأمريكية، ولو أن هذه القائمة يعني فيها وعليها مثل ما نقول يعني ما هي مسيسة جدا ولا تتبع يعني ما يعني مقاييس موضوعية، فهذا يعني هذه يعني أكثر من سنة من التفاوض العلني والسري. الانسحاب الأمريكي والإدراك الأمريكي في نفس الوقت أن حركة طالبان ستنقض على الحكم وأن حركة طالبان أقوى من مما كانت عليه منذ 20 سنة، الانسحاب الأمريكي والإدراك الأمريكي في نفس الوقت أن الزمن سيعود بأفغانستان سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا إلى سنة 2001 وما قبلها، أي 20 سنة يعني أضاع الأمريكان من حياة ومن مسار. وهذا ما فسروه أثناء عملية الإعلان على الانسحاب بأنه انسحاب مسؤول، وذهبت الرواية الأمريكية بأنه ليس هناك أي ضرورة للتواجد الأمريكي على الأراضي الأفغانية، وبالتالي فتح المجال أمام دول الجوار الأفغاني بالتدخل والقول بأنهم الأجدر بخوض هذه الحرب. اسمح لي دكتور جلال، سأذهب في هذه النقطة وأناقش مع أستاذ مسعود حالة الحرب بالوكالة. أستاذ مسعود، برأيك من هم وكلاء واشنطن في الحرب في أفغانستان؟ الحرب في أفغانستان بعد الخروج الأمريكي من هناك من هذا البلد، ليس هنالك وكلاء بالمعنى التام للوكلاء، هنالك الحكومة الأفغانية التي يدعمها
تدعمها الولايات المتحدة دعما كاملا. وعلينا أن ننتبه أيضا أن في الولايات المتحدة هنالك بعض الاعتراض على الانسحاب، ليس فقط اعتراض جمهوري من الحزب الجمهوري، ولكن قائد القوات في أفغانستان السابق الجنرال بيتريوس قال إن انسحاب من أفغانستان الآن هو خطأ، والرئيس جورج بوش الابن أيضا قال أن الانسحاب من أفغانستان هو خطأ، أي أن ليس هنالك إجماعا في الولايات المتحدة على الانسحاب من أفغانستان. والولايات المتحدة أنا شخصيا لا أعتقد أنها ستوكل آخرين عنها للقيام بالحرب، ولكنها ستسعى قدر المستطاع إلى دعم نظام وحكومة الرئيس أشرف غني لكي لا يسيطر طالبان على العاصمة كابول، وهذا أمر قد يكون خطيرا جدا ليس فقط للولايات المتحدة. والولايات المتحدة أيضا تعتمد على أن روسيا والصين من كل من جهته سيسعى إلى ضبط طالبان قدر المستطاع. والصين بدأت الآن تقوم ببعض التصريحات اللطيفة تجاه، لكي لا نقول المؤيدة، ولكن اللطيفة تجاه حركة طالبان. نعم. طيب ماذا عن الجارة إيران أستاذ مسعود؟ كيف يمكن أن ينعكس هذا الانسحاب عليها؟ توجهت في حديثك إلى الدور الصيني والروسي أيضا، ما التوجه المتوقع اليوم من قبل إيران وهي تجري مفاوضات على قدم وساق، تقول أنها من تخدم استقرار أفغانستان، كيف ستتوجه في الداخل الإيراني وأيضا في الداخل الأفغاني من أجل الحفاظ على أمنها القومي وأمنها الحدودي؟ أولا إيران عندها شعور مزدوج تجاه هذا الانسحاب الأمريكي، شعور إلى حد ما بالسرور لأن عدوها الأمريكي هزم، تعتبر هي وتقول وتصرح أن الأمريكيين هزموا في أفغانستان، وهذا موضع شعور بالإيجابي تجاه إيران، ولكنها من جهة ثانية تخشى أن يكون التوسع الأفغاني الطالباني في أفغانستان، ونعرف أيضا أنه توسع سني تجاه إيران الشيعية ليس مؤيدا لإيران، وقد كان لإيران في الماضي مواقف غير مؤيدة إطلاقا وإلى حد ما خلافية مع حركة طالبان، وهي تتوجس من التطورات التي قد تحصل في المستقبل القريب بعد انتهاء الانسحاب الأمريكي في آخر شهر أغسطس القادم. ومن هذا المنطلق هنالك توجس إيراني، خاصة وأن طالبان تسيطر الآن على أحد المعابر الحدودية مع إيران، وهذا أمر على إيران أن تفكر كيف ستعالج هذه المواضيع وكيف ستتعامل مع، بالرغم من أن بعض القادة الإيرانيين قاموا بتصريحات ليست سلبية تجاه طالبان، ربما لإعداد الطريق أمام علاقات قد تكون إلى حد ما مقبولة بين الطرفين. طيب دكتور جلال الرحيم، سأنتقل معك في هذه النقطة بالدور الإيراني وتأثره بالانسحاب الأمريكي. أنت إلى أي مدى برأيك الاستجابة الإيرانية اليوم للحالة الأفغانية تعتمد على درجة التهديد الذي سيواجه أو تواجه طهران مستقبلا؟ اسمحي لي أن أعقب على ما ذكرتيه سيدتي منذ حين فيما يخص الانسحاب الأمريكي، ثم سأعود وأجيبك على سؤال فيما يخص التعامل. وأنا أيضا أريد أن أركز معك على نقطة ذكرتها، تفضل. شكرا. حضرتك ذكرت أن الانسحاب الأمريكي كان منظم، أو ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه كان انسحابا منظما، وصفته أنه كان انسحابا فوضويا واستعجاليا ومستعجلا. الانسحاب الأمريكي من قاعدة باغرام المجاورة للعاصمة كابول يوم 6 جويلية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في وسط آسيا، قاعدة عسكرية أمريكية في وسط آسيا، وهي التي كانت تغطي أو توفر الغطاء الجوي
القوات الأفغانية في كامل أفغانستان. يعني هذا ذلك الانسحاب كمثال على يعني طريقة وأسلوب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. هو كان فيه كثير من الاستعجال وكان فيه كثير من الخذلان، حتى حلفاء أمريكا المقربين منها مثل بريطانيا يعني شعروا بالخذلان وشعروا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستشيرهم، فما بالك أن تنسق معهم. فالانسحاب الأمريكي مثلا من قاعة باجرام انسحبوا الساعة 3 صباحا فجأة وسرا وخلسة، ولم يعلموا حتى قائد العسكري قائد باجرام قائد القاعدة العسكرية الأفغاني الجديد المعين يعني حديثا، لم يعلموا بالانسحاب، ويعني انسحبوا خلسة الساعة 3 صباحا وأطفأوا النور الكهربائي ولم ينتبه لهم أحد إلا في الصباح. فيعني كان انسحاب معناه مستعجلا، وكان انسحابا فيه كثير من التخبط وكثيرا من عدم الحرفية. نعود بالموضوع قبل أن تذهب إلى نقطتك يعني الأخرى. هناك مفارقة هنا فيما تذكر، بأن قلت في أول حديثك بأن حركة طالبان هي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 20 عاما، وتدخلت الولايات المتحدة أنذاك. لماذا قامت إذن بالتدخل الولايات المتحدة، ولماذا تنسحب بشكل على عجالة كما تفضلت الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت إدارة الرئيس جورج بوش الابن سنة 2001، وكان ذلك في سياق مختلف يعني إثر الاعتداءات الإرهابية لإحداث سبتمبر على نيويورك وواشنطن. آنذاك كان الدعم الدولي والأمريكي سواء داخليا أو خارجيا للولايات المتحدة الأمريكية في ردة فعلها على الهجمات الإرهابية من طرف القاعدة التي كانت تتدرب وكانت تتمتع بغطاء سياسي وعسكري ولوجستي من طرف حركة طالبان الحاكمة آنذاك. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الإرهاب والقضاء على معاقل الإرهاب ولمعاقبة حركة طالبان. أسقطت حركة طالبان من الحكم في زمن قصير جدا، لكن ما هو يعني ليس المهم الانتصار العسكري، وإنما المهم كيفية الحفاظ على الانتصار العسكري. الانتصار العسكري بالنسبة يعني للولايات المتحدة الأمريكية يعني لم يكن صعبا جدا في مع دولة أو مع حركة يعني ما تحكم دولة ضعيفة ودولة من العالم الثالث، وإنما المشكل هو كيف حافظت الولايات المتحدة الأمريكية، وهل حافظت على ذلك الزخم وذلك الانتصار العسكري سنة 2001 أم لا. أقول أن الإجابة كانت من طرف الرئيس الأمريكي بايدن الأسبوع الماضي، قال دخلنا أفغانستان ليس من أجل بناء دولة، not for nation building، ليس من أجل بناء أفغانستان، وإنما دخلنا للقضاء على معاقل الإرهاب. أقول الآن بعد 20 سنة وبعد الانسحاب الأمريكي المرتجل، أفغانستان ستحكمها طالباً من جديد، وستعود أفغانستان بؤرة إلى معاقل الإرهاب. ونتساءل سؤال يعني بسيط وسؤال وحيد فقط، أين ذهب مئات وعشرات الآلاف من الإرهابيين الذين فروا من سوريا إثر هزيمتهم العسكرية في سوريا؟ أين فروا؟ فجزء كبير منهم فر إلى أفغانستان ويتدرب الآن في أفغانستان في أماكن خارجة عن نطاق سيطرة طالبان وسيطرة حتى الحكومة الأفغانية. جميل كل ما ذكرته. أيضا كما تعلم حركة طالبان في موقع القوة التي تحدثت عنها، وفي موقع القوة الميداني الذي يؤهلها اليوم في السيطرة على الكثير من المواقع في أفغانستان، هددت ووجهت تحذيرات إلى أنقرة واعتبرتها قوة احتلال، لكن تركيا أعربت مؤخرا عن استعداداتها لضبط الأمور. كيف تعلق على ذلك وتعلق على التوجه التركي إلى أفغانستان؟ هل هو استدراج أمريكي أستاذ مسعود؟ سؤالك. طالبان فعلا تنتقد الوجود التركي، مع أن تركيا هي دولة إسلامية سنية مثل حركة طالبان، ولكن هذه الحركة تعتبر تركيا أنها دولة من أعضاء في الناتو في منظمة حلف شمال الأطلسي، وبذلك فهي تعتبرها دولة عدوة، وقامت صرحت أكثر من مرة بأنها لن تقبل ببقاء قوات تركية في أفغانستان وحتى في المطار. هذا ما قالته حركة طالبان، هذا هو الموقف الرسمي الذي صدر عن طالبان، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة
بالاتفاق مع تركيا وصلت إلى الاقتناع بأن تركيا يمكن أن تقوم بدور فقط في المطار، ليس أن تبقى قواتها في مناطق أخرى وتقوم بعمليات حربية، ولكن تساهم إلى حد ما مع القوات الأفغانية بحماية المطار. هذا أمر تم التوافق عليه بين تركيا وبين الولايات المتحدة، وسنرى كيف ستتم هذه التطورات في المستقبل القريب. نعم. دكتور جلال، برأيك أنت، هل يعتبر التدخل الروسي والتوجه الروسي الصيني الإيراني إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي يعتبر مسوغا للحديث اليوم عن تواجد تركي في القواعد الجوية الأفغانية كحليف أو كقوى من قوى ناتو تنوب عن الولايات المتحدة هناك؟ بدقيقة لو سمحت. مثل حاضر نعم. مثل ما ذكر ضيفكم الكريم، الوجود أو التواجد العسكري التركي في أفغانستان وفي كابول في أحواز المطار، مطار كابول وهو البوابة الوحيدة من أفغانستان على العالم الخارجي، هو كان في إطار يعني مهمات حلف الشمال الأطلسي حلف الناتو. الأفغانستان أو حركة طالبان أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد أي قوة أجنبية مهما كانت، وسمت القوات التركية بالاسم. لا أعتقد أن حركة طالبان ستقبل بوجود أي قوة أجنبية على أراضي أفغانستان. والمقصود هنا هو بالقوات التركية. رجب طيب أردوغان هو رجل له نزعة لا ليست خفية في التوسع وفي التواجد العسكري في كل مكان كلما أتيحت له الفرصة، لكن روسيا والصين هما سيكونان هما اللاعبان الأساسيان في مستقبل أفغانستان سواء سلما أو حربا. طيب أستاذ مسعود، باختصار شديد لو سمحت، هل يمكن القول أن هناك تودد من رئيس النظام التركي إلى إدارة بايدن اليوم، عنوانه المستنقع الأفغاني وسيندرج إليه؟ الرئيس أردوغان كما تفضل الدكتور حييم يريد أن يكون له دور في أفغانستان، يريد التوسع عامة، ولا أعتقد أن بايدن نصب فخا لتركيا هنا، ولكن أردوغان يريد يقبل هذا الدور في أفغانستان مقابل أن تقبل الولايات المتحدة شراء منظومة الدفاع الروسية S-400، لأن الولايات المتحدة ترفض ذلك. يسعى أردوغان إلى حصول تبادل في هذا الموضوع بين حماية مطار أفغانستان وقبول الولايات المتحدة بمنظومة S-400. نعم، أشكركما جزيل الشكر. انتهى الوقت المخصص للحلقة. ضيفي من بيروت الأستاذ مسعود معلوف، سفير متقاعد وخبير في الشؤون الأمريكية، ومن تونس الدكتور جلال الحيم، باحث وخبير في العلاقات الأمريكية الآسيوية. شكرا لكم ضيفي، وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى حلقة قادمة.